وتشوف بعض الشباب كيف جلسته في سيارته وكيف محاولته لجذبه للشباب من حوله. أسأل الله يسرنا وإياكم. تبون العلاج؟ الدعاء. إن الله يغفر لي وإياكم سنين أعمارنا اللي ظلمناها. كثروا من الدعاء. اثنين، الصلاة. الصلوات الخمس عشر ربي يحبك ويحبك يا فلانة، وإذا قلت يا رب وقلت يا رب يستحي الله مني ومنك. معرض الصحابة لا تتجاملون. تتذكروا الكلمة اللي قلت لكم في الأولة أبو راشد إيش كان؟ أعلمكم إيش كان أبو راشد؟ كان أبو راشد ظالم مقصر في صلاته. أهل أغالي، وعندي كثير من المعاصي التي لا ترضي الله، كنت ظالم. سمعت نصائح وسمعت توجيهات، نصحتني أمي نصحني أبوي، قعدت أجامل. أنا أعرف إني خلطة أب، أعرف إن الضرب حقي ضرب ما هو طيب. لو قالوا لي تتمنى يا أبو راشد تموت على ذي قلت لا يا رب. طيب إيش فك ما تتوب؟ كنت أحك راسي وأطالع جنبي مثل بعضكم الآن يبغى يتوب، لكن يطالع في من؟ في زميله. إذا تابوا زملائي كلهم تبت. وهذا كانت نظرة أبو راشد. أبغى الشباب كلهم يتوبون معي، إذا ما بيتوبون كلهم ماني بتوب، بخرها إلى بعدين. إذا بيغيرون الشباب كلهم لباسهم بتغير، إذا بيمسحون جوالاتهم بمسح، إذا فلانة كل زميلاتها بيحطون عباتها مع الراس سوت، إذا بيتسترون بتتستر، إذا بيتركون الأغاني بتمسح أغانيها. وكنت أجامل، وكان معي زميل أعزه وأقدره مثلي يجاملني. كنت أسمع نصيحة وأقول أبشر، بس أستنى زميلي يتوب، وزميلي ينصحونه الناس والشباب ويطالع فيه ويستنى يتوب. يجاملني وأجامله. يوم من الأيام كنت في المنطقة الشرقية، قمت العصر أبغى أتغدى، جاي من دوام، شغلت سيارتي وجالس فيها. اتصل علي ذاك الاتصال من يعني الخميس او من ابها بالذات، كيف الحال يا ابو راشد كيفكم؟ قلت كيفكم يا ابها؟ عساكم طيبين؟ كيفكم؟ الله اشتقنا لكم يا شباب، اموركم طيبه؟ قال يا ابو راشد انت مؤمن يعني تخاف الله وتقيه وابن حلال. قلت يا رجل ايش اللي حصل؟ قال قلت يا رجل خلاص بدون مقدمه ايش اللي حصل؟ قال خويك فلان يطلبك الذبيحه، جاء عليه حادث امس اليوم في الصباح ومات. تقفلت الدنيا في وجهي، بكيت. أول شيء سويته شليت أغانية ورحت أكسرها، لكني في ذيك التوبة والنقطة اللي غيرت من حياتي قررت من ذاك اليوم قرار، أبغاك مثلي يا الغالي تقرر مثل قراري. بإذن الله ترتاح مثل ما أنا فيه من الراحة، وأسأل الله يزيدنا وإياكم من فضله ويثبتنا. قررت من ذاك اليوم ما عاد أجامل أحد على حساب حياتي. يا خوي تب معي الله يحييك، ما تب معي مع حماري رح. إلى متى جابك؟ إلى متى أقعد في مخدرات عشان عيونك؟ إلى متى أقعد أفربك وأحبك وغرام وفلانة تكلم فلانة وفلانة وذي وأنا أذوق المر والهم والغم؟ راح مستقبلي وراحت حياتي، وأهاني أبوي وبكيت أمي، ولا عرفت أذاكر ولا عرفت أصلي عشان عيون فلان وفلانة. لا رح، الله ما عاد أجابك. إلى متى يا أخي أهل نفسي؟ بعض الشباب من يوم قال والله يا أبو راشد إني عارف إني لبسي ذا غلط، والله إني نقدت عمري قبل ما تتكلم. طيب إلى متى يا شيخ؟ تخلي الناس ينظروا لك بنظرة احتقار، وكل من شافك يحاول يمشي معك عشان جمالك، والله ما يعشر رجولتك. كل يبغى يشبكك عشان يطلعك مع القزازة ترقص وترفع العلم، والله ما هو من شيء لكن من جمالك أنت، ويستعرض لك بين الشباب وانساند. إلى متى يا فلان؟ اليوم قررت من ذاك اليوم ما عاد أجامل. تتوب الله يحييك، ما تتوب مع السلامة. تمشي معي في سيارة بدون أغاني، تبغى تصب مع السلامة. تركب معي أنا ما أدري في الدخان، أبغى تم منه عشان ينظف جسمي. لا تشم، لا تدخل الدخان، شغله في سيارتي ولا على فرشتي ولا تلقى تحط الشمة قدامي. بتصر أنت عندك، أنت رجال أنا أرجل منك. شوف في نفسك زود أنا عندي زود، تشوف نفسك دندون أنا دندون، حتى أنا مصر على معصيتك حتى أنا مصر على طاعتك. ما تبغى تتوب أنا أبغى توب، والله ما خليك تسحبني ولا ترجعني على الهم من جديد. لكني والله اني عانيت واشتكت وحن قلبي للماضي، اسمع الاغنية تشتغل جنبي وانا شيطاني وسوس. حزنت على خوي فترة بعدين نسيت، زي بعضكم الان وبعض الفتيات الان ممكن تحزن ويحزن بعض الشباب ويبكي، ولا الان يطلع جواله ويبدا يمسح. لكن يومين يوم ثلاثة اربعة ونزلت فلان او رجع فلان، حنيت لكني سويت حاجتين بعد الله ثبتتني. طبعا الصلاة والدعاء لكن حاجتين أساسيات بعدها، أما الصلاة والدعاء دي غيرت ثوبي، جيت على ثوبي فصخته وخدت لي ثوب ثاني. أنا ما أقصد ثوبي ذا، لا لا لا، أنا ما أقصد الثوب ذا، أنا غيرت زملائي.
جيت عند اللي فرح بتوبتي مسكته، واللي عييتهم وعييت لك معاصيه سحبت عليه. حسيت اني رجال، حسيت ذاك الوقت اني اطمخ من راسي، حسيت ذاك الوقت اني جمل، حسيت ذاك الوقت اني لي قيمه ولي شخصيتي. ما كنت مثل قدام امعه في ذا، غيرت زملائك وافتخرت برجولتك وحسيت حطيت لك قيمه والله ترتاح مثلي. الثانيه انا اللي جنيت على نفسك يا ابو راشد صاحب الاغاني، قلت صح، قال ما انت اللي جاب نفسك الغزل وعودت نفسك مع فلانه او بحب الورع الفلاني، قلنا صح، قال اجل ادفع الثمن، قلت وش الثمن؟ قال اصبر، التنباك والشمه والمخدرات عشان تنساه اصبر، علك فصفص قهوه شاهي اي اصبر، ومعروفك الصالح والدعابي عينك الله بس اصبر يا فلانه عشان تترك تنسين الماضي والغزل او فلانه وذي، اصبر يا اخي انت اللي جنيتي على نفسك اصبر شوي يا فلان عشان تترك الاغاني ذي، خذ لك قران حديث قصايد شعر اصبر شوي والله يتذكرك، بس خذ لك رفقه صالحه عشان ما يذكرونك بالماضي وتجلس معاهم في الخير الكورنيش الجنوبي، مثلا اروح الكورنيش الشمالي عشان ما القى لي فتنه. يا فلان اللي كنت عاق ومن ذي، خذ لك رفقه صالحه واصبر على شيبانك بعض الفاظ، وخذ لك رفقه صالحه عشان لو قلت يا والله اني زعلان مع ابوي، قال افا ابوك ذا استع على وجهك، لكن رفيق السوء قال يا رجال اسحب عليه، يا اصلا شيباننا كذا معقدي اصلا، جب وكبرها في قلبك وشعل النار في قلبك. في احبابي اصبروا مثلي، والله اني صبرت على عشان تمسح الصور الماضيه اللي في راسي، صبرت لكني صبرت ونسيت الحمد لله الان، واخذت لي رفقه صالحه افتخر به في مشيتي وشرفي، ولو يجا عند اختي زوجته وافتخر يوم يدخل لي بيتي ويركب معي في سيارتي. في احبابي يبغى لها دعاء، يبغى لها صلاه، يبغى لها صبر، يبغى لها رفقه صالحه.